السلام عليكم بابا تلاميذ الصف الخامس الابتدائي. أخذنا في الدرس السابق من أسماء الله الحسنى، نأتي إلى حل مناقشة الدرس من أسماء الله الحسنى صفحة 87. النقطة الأولى من المناقشة: اذكر ستة من أسماء الله الحسنى. هنا النقطة الأولى يقول اذكر ستة من أسماء الله الحسنى. باب الأسماء الله الحسنى خليناها هنا في الدرس السابق، عندنا الملك، الودود، المنتقم، المؤمن، الوهاب، الشكور. إذن ستة من أسماء الله الحسنى ذني أخذناها في الدرس السابق. عندنا النقطة الثانية من المناقشة: ما معنى الملك؟ ما معنى الملك؟ شنو الملك؟ نقول الملك هو اسم من أسماء الله الحسنى. هنا نقول معنى الملك إن الخلق كله ملك لله، الخلق كله ملك لله، الأرض والسماء والإنسان وما يملك الناس، وهو الذي يتصرف في الخلق، ولا يستطيع أحد أن يمنع إرادة الله كما يمنع بعض الناس إرادة بعض. إذن هو الذي الملك كله لله، الأرض والسماء والإنسان وما يملك الناس، هذا معنى الملك الملك. النقطة الثالثة: ما معنى الودود؟ ما معنى الودود؟ ما معنى اسم الودود؟ اسم الله الحسنى. تقول الودود هو المحب، فإن الله محب لخلقه ويحب الخير لهم، هذا معنى الودود. هو الله، هو معنى الودود هو المحب، إن الله يحب أو محب لخلقه ويحب الخير له. النقطة الرابعة من المناقشة: ما معنى المنتقم؟ ما معنى المنتقم؟ المنتقم إنه يكره، معنى المنتقم اسم من أسماء الله الحسنى، إنه يكره الشر والجريمة، يعني الله سبحانه وتعالى يكره الشر والجريمة والكفر والظلم والفساد، ويعاقب المجرمين والظالمين والكافرين بالله. معنى المنتقم إن الله سبحانه وتعالى يكره الشر والجريمة والكفر والظلم والفساد، ويعاقب المجرمين والظالمين والكافرين بالله، هذا معنى المنتقم. النقطة الخامسة: ما معنى المؤمن؟ ما معنى المؤمن؟ بابا هنا. المؤمن إن الله هو مصدر الأمن والأمان في هذا العالم. معنى المؤمن إن الله مصدر الأمن والأمان في هذا العالم. النقطة السادسة: ما معنى الوهاب؟ ما معنى الوهاب؟ معنى الوهاب إن الله سبحانه وتعالى كثير العطاء للخلق من غير عوض منه. معنى الوهاب إن الله سبحانه وتعالى كثير العطاء للخلق من غير عوض منه. النقطة السابعة والأخيرة: ما معنى الشكور؟ ما معنى الشكور؟ الشكور معنى الشكور إن الله يشكر للناس أفعالهم الخيرة وطاعتهم له وطاعتهم له، فهو مدح أفعالهم هذه وكرمها وأعطاهم على فعلهم القليل الثواب العظيم الدائم في عالم الآخرة، فيضاعف الله الحسنة بعشرة أمثالها، يعني الحسنة الواحد يضاعفها بعشرة أمثالها، وعلى المسلم أن يشكر الله العظيم. وهذا كل ما موجود بحل مناقشة من أسماء الله الحسنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.